اهلا اهلا الغزالات، فيديو جديد ونهار جديد. هذا الفيديو هذا فيه بزاف ديال المفاجآت، خليكم معايا ما تمشيو فين حتى الاخر ديال الفيديو. فيه بوتي وفيه الغديوه وفيه الديعان، المهم كاع داكشي اللي كتقلبوا عليه غتلقاوه عندي هنا في هذا الفيديو. يلا خليكم معايا ما تمشيو فين. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ اموركم مزيانه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو، هذا نهار جديد وفلوك جديد. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد البلاصه زوينه 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 بزاف. المهم بديت معكم الفيديو من الليل بالليل وحتى الغدا ان شاء الله، ونصور لكم التتمه ديال هذا الفيديو هذا. المهم هنا مشيت اختي تريني، تشوفوا اللهم بارك، واحد اللمعه كتبان لك في الوجه من بعد ما كتمشي كديري لا مارش، يا سلام. المهم وجيت لهاد البلاصه هذه اللي زوينه، انا غندور لك الكاميرا باش تشوفوني علاش كنهضر وفين انا. المهم كنشوف واحد الولويه طاحت لي نفاخته. المهم كيف ما قلت لكم جينا هنايا لاكوت ديال طريق دابو عزة، لاكوت ديال طريق دابو عزة زوين زوين بزاف البنات. المهم الزوج كريم مشى يجيب لنا قهيوه من هذا الكيف. دابا عاد اختي نكمل لكم الفيديو، كنت كنصور قبيله ودازو من حدايا شي ناس وخلعوني وانا نحبس. المهم ما عليناش. كيف ما قلت لكم جيت لهاد البلاصه زوينه هنايا في عين دياب، طريق ديال دابو عزة خاويه وزوينه، وكاين واحد الجلسه رائعه. انا راح حاطه الكرسي هنا وماشي غير حنا بوحديتنا، يعني كاينين الناس في هاد الطواله كامله اللي انا فيها. انا ندور لكم الكاميرا باش تشوفوا شنو حاطه. المهم هنا اختي كاينه سريريعه وقهيوه، كاين هنا دوك صحاب القهوات. وشوفوا لي اللي عندي اسم باقي هنايا القهوه لداخل، وحنا جالسين هاد الطويبله وكريسيات وفي لي مود. المهم هانتوما شفتو رايان كيما ناعس، رايان جاب عليه ناعس والصداع والصداع ديال الماطر ديال الناس. ايوا صافي اختي هذا مكان، ايوا خليكم معايا ما تمشيو بينا نتوما. صباح الخير، صباح النور، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ المهم خليتكم البارح فهاديك البلاصه الزوينه اللي كنا باركين فيها النيت في الليل، ودابا صبحنا يا اختي في البحر. شوفوا لي الجو رائع، دابا 9 الصباح غايب لك من صوتي، باقي خصكم يلاه فايقه. وجبنا الوليدات نص النهار الاول هكا باش يفطروا هنايا في البحر، والياس عنده لونطريمان هو، ومني قلنا عنده لونطريمان نجيو معاه نديروا الجو زياره. صافي فايت لهم الحليب، صايبت لهم خبيزات وجبتهم باش يفطروا. المهم يلاه حنا ندخلوا اختي نحطوا الحوايج وطلق. ولكن اللي كنستغرب ليه هو ان الناس جايين بكري. تخيلوا معايا البحر عامر، جينا مع التسعود حنا ديال الصباح، تخيلوا ضرب ديك التسعود ونص البحر بدك يعمر. تبارك الله، زعما الناس برافو عليهم. انا في الموت ديال الناس. شربت قهوه، شربت اتاي، ما خليت اختي ما شربت. احنا بدك الناس اللي بغى يبعد مني، ما نكذبش عليكم، خصكم كتصبح ناعسه في الصباح، صوتي باقي زعما بغى يتوقد. والله الا هانتوما درت لي قهيوه، ها درت قهيوه، فطرت شحال هادي ما بقيتش فطرت، وليت كنحيد الفطور حيت ما كنفيقش بكري. صافي وليت كندير ديريكت كنتغدى. ايوا صافي دابا راه مشاو يعومو سي الياس سالا لونطريمون، وحسام وريان وباباهم مشاو يعومو، ايوا اختكم هي جالسه هنا. الجو جميل ورائع. اليوم علاش جيت هنا؟ اليوم بعد الجمعه علاش جينا؟ لان المعروضين الغداء، دونك ما غاديش، ما عنديش الغداء، ما غاديش نطيبو. صافي قلت الله من نجي نبروفيتي هكا شويه مع الدراري ونمشي للدار نتغدى، وان شاء الله غنصور لكم الا كانت شي حاجه خاصها تصور. خليكم معايا ما تشوفين. المهم صوتي غيبان لكم فاهم، في المود ديال الناس، في المود ديال الناس عباد الله. المهم يلا نتلاقاو ان شاء الله في الدار ونكمل معكم ميني فلوغ ولا فلوغ، هذا فلوغ. هانتوما هانتوما حنا فطرنا، هاد البلاصة خاوية ولكن لهاد الشيء وبغيت نصورها. هانتوما شتو الياس راهو مع الوليدات كيعوموا دابا،
ايوا هانا توقت، هانا توقت واحد شويه ونط باش نسرح شويه رجليا. خليت الزوج الكريم مع الوليدات، ايوا مع الساك والتليفون ديالو داكشي، وانا جيت خصني نتحرك شويه انا والبيروكي ديالي مساند الرسمي ليا في هذا الصيف في البحر. هي هاد البيروكي في ما كنبغي نمشي للبحر كنلبسها، كنلبس معها البوركيني لتحت وكنقول رشقت ليا نعوم غادي نعوم، ما رشقتش ليا السلام عليكم ما نعومش. الله شوفوا ليا شوفوا ليا. المهم هاد البلاصه اللي فيها انا نورمالمون كيكون فيها الماء، ولكن الماء راجع لواحد الدرجه ما كتخيلش. عرفتي البحر راجع اللور، شوفوا ليا المسافه فين كيكون راه الداء زعما دخل بزاف. المهم الماء والجزر، انا جيت نفزك شويه رجليا بالماء ديال البحر. ايوا غنفزكوها في هاد الطايات انا نصور لكم. غير هنايا ها شتو، شوفو شوفو شحال راجع، سير راجع بزاف. هانتوما هادشي كامل نورمالمون كيكون الما لهيها هنا كيكون، ولكن راجع. المهم مكاين باس. الله شحال بارد الما. هاكو 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 عرفتي كلاصي، ولكن هاد البحر هاد البلاصة البنات راه خايبة. عرفتي فين جات هادي؟ هذا حدا ماكدو الاول اللي كاين في عين دياب، هانتوما راه ماكدو شفتوه. هذا اللي حدا هذا البحر اللي حداه ما زوينش الصراحه، ما زوينش سميتو فيه الحفاري، يعني ما يصلحش لوليداتكم الا جبتوهم تربطو معاهم من بعد. هنا كنصح الاخوات اللي بغاو يجيبو وليداتهم كيسكنوا في كازا، هذا البحر راه كله حفاري. تخيلوا معايا من كيكون البحر هنا هادو حفاري، هادو شتي كيكون الوليد فيهم هنا الحفار والصخار. المهم هذا زوين غير لونطري مال الوليدات الصغار وصافي. ايوا هذا مكان وخليكم معايا اختي. ومن البحر غادي نرجعوا للدار وغنلقاو هاد الكسيكس والغزال، وكنقول من هنا شكرا بزاف بزاف للويساتي اللي كبروا بينا وعرضوا علينا وداروا هاد الكسكسو. الصراحه جا لذيذ 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 وزوين، وحتى الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا جا راقي جدا. صافي تغدينا، كان هذا هو الغديوه ديالنا. ومن بعد اختكم مشيت للكوتيك، كنت معروضه حتى هو عند بنت عمي، فكنقول الله يكبر بيك وشكرا ليك، الله يخطيك والله يحفظ لها حتى هي وليداتها. المهم هذا هو الكوتي ديالنا، صافي تجمعنا عليه. الصراحه كل واحد خيره في دارو، غير بنادم كيبغي يعني فين يتجمع وفين هكا يعني يتلقى الحباب. هذا وهنا غنقول لكم بسلامة عليكم، كان هذا هو الفلوق ديال اليوم، نتمنى يعجبكم. بسلامة.